يعطيكم مساحة. ولا حب تونس أهم من أي تيتر في العالم, وإن شاء الله هذه بداية برشا نجاحات أخرين. Je suis fière d'être tunisienne, vraiment fière tunisienne. Ou inchallah. خرجتنا من عقولاتنا خويا معزة محبة قدر قيمة كل شيء كل شيء, واللي عملته أنس في الدومي فينال بعد ماتش ماريا شيء تورخ, وستاندينغ اوفيشن اللي عملوه لها الانجليز ما يعملوه قليل وين يحصل. شرف كبير, شرف عظيم, ربي فضلها ربي خليها, ودرس عطاته لجميع الرياضات في تونس باش يعرفوا اللي الرياضة أخلاق أو لا تكون, وربي فضل الحبيب بورقيبة وهو اللي أعطاه القيمة والقدر والحرمة والشخصية والمستوى الثقافي للمرأة التونسية. جزيل حبيت نشوفها مرأة تونسية مثالية راهي مونديال بصراحة, هي هزة البلاد برجولية والله هكا, ولكن نقول لك والله ويعطيها الصحة. مش بنت تونس برد, بنت ليبيا وبنت الجزائر وبنت المغرب وبنت العرب الكل, أما واسمعش وزير السعادة التونسية وزير السعادة تاع العرب الكل يا أخوي, تبارك الله عليها وإن شاء الله عليها عملت برشا نجاحات, وإن شاء الله من نجاح لنجاح, نتمنى من العرب الكل الدعم لأنس سابر كل الدعم. والله أنس سابر هي اللي خلتني نتبع ونعرف شنو أخبارها والريزلتا على خاطر بالرسمي وفخر لتونس. والله ديجا فما برشا نساء غير أنس سابر معناها وصلوا لنجاحات كبيرة ديجا نساء توانسة فهمتني دونك كلهم يتسموا فخر لينا. تبعت أنس سابر كفني في المبارزة بالسيف فهمتني, وتبعتها من أول وعلة وكان شرف لتونس, شرف التونس والعرب فهمتني, وشرفتنا كفنيين باش نزيدو ونعطيو. انا مش عليك انا فهمتيني صلاح شيء على خاطر انسك تشوف جاي فيها في القوي لهنا ونتفرج فيها ونحب نقابلها. يا انس ما عليك على الاخر وعايشك بالرسمي على الاخر, كيفاش معناتها وصلت للمرحله هذيا ما خطفتش المره هذيا, المره الجايه ان شاء الله تحتفلك وكثر من الهريسه. يا انس الهريسه الهريسه ما عليك كان بالهريسه غاديك والله توتر ديما تدز معاك الهريسه. اللي شيء انترناسيونال معروفه معناها مفخر تونس, هذيك نحن مفخر تونس اللي غير البارتي الاخرانيه, برغم احنا التنس حطوا لك الطبقه البرجوازيه الاكثر الطبقه الشعب مثلا فقط ما يتبعش العيال, يعني الاكثر الشعب اللي يتبع بها خاطر مثل تونس على ما على مستوى كبير ياسر فهمتني, معناها تشرفنا كيما جابر هذيك بالحق مثل المراه التونسيه بالحق كيما خدت المراه التونسيه معناها ممثله بكل شيء.